هوموفونز ابيسود 2. والكلمتين اللي معانا النهارده هما نطقهم كاب كاب، بس الاولانيه معناها كوب او فنجان، انما الثانيه معناها ضابط شرطه. لو عايز اقول لابني بطل ازعاج والا هعاقبك، هقولها ازاي؟ stop 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 making noise or you'll be punished. بطل دوشه والا هتتعاقب. انا جاي النهارده اقول لكم ما تخافوش ما تقلقوش، كورونا مش تقدر علينا. عارفين ليه؟ علشان احنا اتغلبنا على ما هو اخطر منها بمراحل، السم الخطير على وجه الارض من يوم فجر التاريخ، وهو الستة المصرية. word of the day، كلمة اليوم هي كلمة esteem، وكلمة esteem معناها احترام وتقدير وتبجيل. building your self esteem is very important for your mental health، يعني احترامك لذاتك وتقديرك لذاتك مهم لسلامتك العقلية. مش عارف اجيبها لك ازاي، بس هي ما اسمهاش فوتوسيشن ولا فوتوستيشن ولا بلايستيشن، اسمها فوروسيشن فوروسيشن فوروسيشن. رسالة لكل السواقين الميكروباص، لو انت زعلان قوي ان انا ما بعتلكش الربع جنيه، يبقى انا لما يبقى ليا باقي ربع تديهولي. ما تجيش تاخد انت الربع جنيه وتقولي معيش فكة، ولما انا اديك 3 جنيه واستلوح عليك في الربع جنيه تقولي بعت ربع جنيه. انا موجود هنا على تيك توك علشان اقدم محتوى مفيد، وعلشان اقدم حاجه تساعد الناس اللي موجودين على التيك توك. انا مش جاي هنا علشان اقلد حد، انا لو عايز اقلد حد هروح اقلده برا. يعني انا مش اول ما بدات اعمل فيديوهات جيت التيك توك، التيك توك ده جديد عليا، فمش كل ما هعمل فيديو هيجي حد يقول لي انت بتقلد فلان او انت واخد فكرتي، عشان الموضوع ده اتكرر اكتر من مره وانا كان لازم احط حد للموضوع ده. انا مش داخل هنا علشان خاطر اقلد حد ولا عشان اخد افكار حد. انت كبني ادم ممكن يجي لك فكره، ممكن تجي لي نفس الفكره بس هقدمها بطريقه مختلفه، مش هاخدها كوبي بيست. فما تجيش تتهمني لمجرد ان فكرتي وفكرتك اتفقوا في حاجه معينه تيجي تقول لي انت واخدها مني. لا، بص على نفسك، انا اصلا ممكن اكون ما اعرفكش اساسا، فبلاش تتهموني للتمادي يا جماعه، عشان بجد انا داخل علشان افيد الناس. انتوا كده بتخلوا الواحد يبطل يعمل الحاجه اللي هو بيحبها، الحاجه اللي مفيده ليه والناس تانيين. فارجوكوا بلاش حد يدخل يقول لي تاني في التعليقات انت بتقلد فلان او بتقلد علان. بعد اذنكم، شكرا.